السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل صورة مصغرة للفيديو بتاعنا؟ طيب، اول حاجة اعملها ان انا هختار مثلا صورة معينة، وليكن مثلا الصورة ديت، تمام، واقول له مثلا ان انا عايز اخد الصورة ديت من خلال مثلا السلابنج، واروح مثلا معلم عليها بالشكل دوت، ومحتاج ان انا اكتب عليها. تمام، ماشي. ممكن لو احنا عايزين نقدر نشيل العلامة ديت، بس مش مشكلة. طيب دلوقتي بقى ايه، هروح ل موقع اسمه كانفا. تقدر ان انت تعمل الصور زي ما انت عايز، تقدر تضيف عليه الكلام اللي انت عايزه. هنقوله مثلا احنا عايزينها للسوشيال ميديا مثلا، فبيبدأ يديني اشكال معينة، اي واحدة فيهم اهو، ويختار الصورة اهيت. فتقدر ان انت تشوف ايه التعديلات اللي انت عايز تعملها. لو في تعديل على الصورة، ممكن اقول له ان انا عايز استخدمها في ديزاين معين، وتقدر بقى تشوف ايه التكست اللي انت عايز تحطه اهوت، او في اشكال كتيرة موجودة. ممكن مثلا اهيت، عشان تبقى زي اعلان او حاجه تتحط مثلا اهو، بس اللون طبعا لازم يتغير اهوت. مثلا هنخليها بالشكل دوت، وهنا هتقدر تغير اللون مثلا الشكل ده، وتقدر ان انت تعمل سيلكت وتختار ستايل مختلف شويه، حاجة بالشكل دوت مثلا، حاجة تكون تقيلة شوية اهو. تعملها بالشكل دوت، ممكن تلفها بالشكل دوت بسهولة. محتاجناش ان احنا نتعلم برنامج، هو الموضوع سهل وبسيط. ممكن تحط مؤثرات معينة بالشكل دوت اهو، ممكن تكبر الخط، تعمل تخليه بولد، تخليه اندرلاين زي ما انت عايز. ممكن تعمله حتى انيميشن، لكن احنا عشان هي صورة فالموضوع سهل وبسيط. ونقدر ان احنا بقى نسيف الصورة ديت. ممكن اقول له ان انا عايز اعمل لها داونلود، فبيقول لي PNG، فبقول له داونلود. عملت داونلود للصورة. طيب هروح بقى لليوتيوب ستوديو، واقول له ان انا عايز ارفع الفيديو، اختار الفيديو بتاعي اهوت، اللي هو تدريب الذكاء الاصطناعي ده. هو هنا بيعمل صورة مصغرة، تمام. فانا اقول له تحميل صورة مصغرة، واختار الصورة اللي كان عليها الكلام اهوت، واقول له اوبن، فهتبقى موجودة هنا بحيث انها تظهر مع الناس. دول بيحاول ياخدهم من قلب الفيديو كده. احنا عملنا صورة مصغرة، ونقدر ان احنا من قوائم التشغيل نقول له مثلا ان دي تبع الذكاء الاصطناعي مثلا، حسب الحاجة اللي انت عايزها. تبدأ أهم حاجة بالنسبة لنا عناصر الفيديو دي، بتزود المتابعين ان انت تقول له اضافة شاشة نهائية. لما الفيديو يخلص يبدأ يشغل لك الاشتراك والافضل المشاهد وقناة من او يتابع القناة او يتابع بلاي ليست معينة. دي كده ظهرت، تقدر ان انت تعدل فيها وتعمل صور سهلة جدا بالكانفا من غير اي فلوس، من غير اي تعب ولا مجهود، ولا ان انت تسطب برنامج ولا حاجة خالص. ادي اسهل طريقة.